هاي عندنا شجرة الخطم الساحلي، هاي شجرة قوية تتحمل درجات الحرارة، تتحمل أملاح، تتحمل كل شيء. ف يعني اللي يريد يزرعها تنزرع يعني بالمتنزهات، بالمصدات، يعني هواي تستخدم. فاحنا ان شاء الله هسه هاي الشجره احنا هم راح يعني احنا زارعينها بالحديقه، فراح نطعم عليها نوع من الازهار. بس هسه احنا من نطعم ونكمل لها نفس الفصيله راح نتركها هسه، بس احنا نشوف هذا اللي مجذرين هسه. هاي مسوين احنا دائما يسالوننا مثلا الترقيد على بخار الماء، فهاي صار لها فتره احنا تاركينها. هاي لفيناها، هاي الترقيد على بخار الماء. شوف هاي الجذور، هاي الجذور ما شاء الله ملتفه لين صار لها فتره هاي تاركينها. هسه راح نطلعها. وهاي عندنا هم هسه هاي اللي جذرناها وتركناها هم صار لها فتره هاي. هاي الجذور كملت هسه هاي الجذور. هسه هاي نقدر ننقلها مباشره. وهاي الثانيه هاي هسه هم نقدر ننقلها يعني، ونقدر يعني مثلا نخلي لها تراب ونجذرها ماكو مشكله. بس هسه هاي من نجذرها هسه بعد ما تجذرت المفروض نخليها بتربه خفيفه، يعني تربه بتموس، كوكوبيت، اي انواع التربه، بس تكون نوع تربه خفيفه. اذا نخليها مثل بالزميج او برمل هاي راح تتاثر. هاي هسه بعد التجذير تتاثر، فشنو نخليها؟ نخلي لها تربه خفيفه. هاي هسه راح نقصها. هذا شكل الجذور. هاي اكتملت، هاي تنجح هي شجرة هاي يعني تنجح بالأقلام، يعني حتى لو مو تجذير، بس احنا كفكرة نطرح لنا فكرة، هاي فكرة جديدة. هاي الجذور هسه راح نفتحهم. طبعا دائما يسألونا الإخوان الأعزاء، دائما يسألونا مثلا التجذير على بخار الماء، اذا ما صار يعني يتكثف البخار الماء، اذا يعني ما يتكثف هنا ما يصير عندنا، مستحيل تجذير ما يصير عندنا، ما تنجح. فالافضل يتكثف يعني مثلا اوقات ما يصير به تكثف، يعني الماء ما يصير ببخار، فما تنجح. واذا يصير مثلا تبخر راسا يعني خلال ايام تجذر. فراح نتعلم هسه شلون راح نزرعها. احنا راح نستخدم لان هاي شجره قويه ومتحمله وجذورها يعني تتحمل املاح وتتحمل حراره، فراح نستخدم يعني مثلا الساق او الجذع مالتها، راح نطعم عليه نوع من الازهار او الورود يعني دائميه. هي راح نطعم لان هي نفس الفصيله، راح نستخدم نفس الفصيله. هسه احنا هاي مطعمين، بس هذا من غير شجره من غير فصيله، بس مو معناها هي هسه ناجحه هي، بس هذا مو معناها نجاح يعني نجحت هي 100%. لا، نتأكد من عندها أول مرة، وتالي النوبة يعني نعطي برنامج كامل عليها. فإحنا هسه الشجرة حنقصها، هاي ما نخليها هسه. هاي ارتفاعها تقريبا 3.5 أمتار، هاي كلها الشجرة راح أقصنها أنا. هاي راح أطعم عليها غير نوع أزهار، لأن هي بالحديقة مزروعة، فشجرة ضخمة هاي ما خليها أنا، راح أطعم عليها غير نوع. هاي نفتحها. هاي الجذور. هسه هاي خليها، هاي سندانة، هاي تربة خفيفة، تربة بتموس. هي ساي مجذرة، نقدر نخليها تربة بتموس أو نخلي لها أي تربة يعني مثل زراعية. مو إلا تربة بتموس. هسه خلصنا من هذا. هاي عندنا المجذرين، هاي قصيناها، تصير نزرعها يعني مثلا نخلي لها بمكانها، نخلي لها تربة بتموس، او مثلا لا خليها مثلا هسه شلون هسه هاي تربة خفيفة. اذا اريد نزرعها هسه هاي الجذور، اذا اريد نخليها تربة مثل زميج او رمول او اي تربة راح تتأثر.
فالأفضل نخليها تربة مثل تربة بتموس أو كوكوبيت أو أي تربة خفيفة جيدة الصرف. هاي الجذور تصير خفيفة تتقطع ما يأثر، هاي بيها هي الجذور، هاي الجذور بهالشكل وهاي الجذور هم ظلن هنا ما تأثر، لأن هاي الجذور تصير طرية كلش على أي شيء تتأثر، فما زال بيها جذور ما تأثر. هاي نستخدم لها بهاي الطريقة، إذا قصيناها نستخدم تربة خفيفة، تربة بتموس أو كوكوبيت، بس هاي إحنا مسوين خليط بين البتموس والكوكوبيت. هي هاي شجرة قوية، هاي تنزرع مباشرة هسه وقت الزراعة مالتها، فإن شاء الله هسه الشجرة لأن هي قوية وتعتبر ظلية، يعني من شجار الظليات حجمها يصير تقريبا 10 أمتار، أكثر من 10 أمتار، فراح نطعم عليها نوع من الأشجار نستفاد من عدها، يعني نستخدمها كشجرة زينة، جذع قوي يصير عندنا، وراح نستخدمها ان شاء الله، راح نطعم احنا ورا ما نطعم ونظهر النتائج. ما نقدر هسه يعني راسا نخلي مثلا النتيجه شنو الموجوده عندنا، لا يعني نفس الفصيله راح نستخدم هاي. بعد ما خلصنا نرويها ريه غزيره، هاي احنا زارعين، هذا الزارعين احنا اصناف مالتين اصناف كلش راقيه، ان شاء الله على هذا الموسم يجهزن. هسا احنا بعد ما يصير به النمو، عندنا نمو لان هاي زراعة جديدة وعندنا مناك بها نموات مجموع خضري، يعني صار بهن ورقتين وثلاثة واربعة، ان شاء الله راح نبدي ننقلهن، يعني بداية الزراعة كل ما يصير بالنسبة للأقلام، يعني كل ما يصير يعني حجم أصغر يصير نمو أسرع، يعني على مود لا يصير رطوبة ويعفن الأقلم يعفن، فالأفضل يعني يصير مكان أصغر، كل ما يصير أصغر القلم يطق بسرعة، والفطريات نتجنب الفطريات، لأن يعني كل ما يكبر حجم يعني السندانة أو أي شيء شو راح يصير عندنا، تصير فطريات، فنتجنب هاي الشغلة. هسه احنا زارعينها احنا كوكوبيت، هذا الياف جوز الهند، هاي إن شاء الله بدت من هناك عندنا بدت بالنمو، هسه راح نطلعهن. هاي الأصناف عندنا، هذا منها، هاي كلها أصناف تين جاسم، كاتودة، الإسباني الأصفر الأسود، بعد هواي هواي أصناف عندنا، الفرنسي هم موجودة عندنا هم صنف، هذا زارعينهم صار الفترة يعني بدت أوراق، بس احنا اقلام زارعينهن حجم اصغر لان مكانهن صغير، فنستخدم الحجم كل ما يصير اصغر يصير القلم يطق بسرعه اكثر، ودائما تصير النموات تصير بالقمه الناميه تصير اكثر، هاي القمه الناميه اسرع تصير من القلم، العقده الوسطيه او العين الوسطيه فتصير اسرع، دائما القمه الناميه تنمو يصير بيها اسرع. هسه هذا ما شاء الله نمو وتين، يعني مبين يعني هذا الصنف ما شاء الله، يعني هو نمو وهو التين يعني يطلع وياه، ومعناها يعني هذا التين يعني راح يستوي او هاي بالقلم، بس لا، لان هو صنف راقي، لان هو موجود الثمار ويدفع فتطلع هاي، هواي بيهن اكو يعني وياهن طلع ثمار، فالاصناف موجوده هواي، يعني اصناف يسالونا دائما على الاصناف، يعني دائما البراون الاسباني الاصفر والاسود الباذنجاني، هم اكو اسباني واكو ايطالي، المهم هنا هواي اصناف يعني ما نقدر نذكرهن هواي، لان هو التين بي اصناف هواي، بس الراقيه موجودات يعني اصناف يعني مثلا فد 60 نوع بهن الاصناف، يعني هاي اصناف كلها معتمد عليها. دائما يسالون اخواننا الاعزاء على الجهنمي، ان شاء الله راح نوفر لكم جهنمي مطعم، يعني هسه هذا اصل هذا الورد يصير كلش قوي هذا، وهذا نطعم هاي ثلاثة الوان قطمر نطعم وين هاي ان شاء الله كميه هواي، وعندنا احنا زارعين القطمر هم عندنا موجودات زارعينهن يعني مثل كل لون ببحد،
وعندنا هذا الوان يعني مثلا هواي مدمجه هم ان شاء الله راح ننزلهن، احنا نسوي من عندهن كاثرهن ان شاء الله. هاي مرحله بعد ما يصير بيها نمو نقدر ننقلها للسندانه، هاي السندانه هذا الحجم يعني ننقلها، هاي ما شاء الله نمو مبين واضح يعني تقريبا بيها هاي 4-5 اوراق بيها دافعات، هاي ننقلها بهالشكل هذا. هاي بعد ما نزرعها هنا هاي تعتمد الاقلام مثلا فتره يعني نخليها مثلا فد 15-20 يوم يصير به النمو. فان شاء الله هسه يعني توهم باديات، هذا تين كاتوده هذا توه بادي ينمو نموات جديده.